يا المهموم اللي جالس بيننا اليوم والمغموم اللي يسمعني الآن وصاحب الكربة اللي حضر معنا وصاحبة الحاجة اليوم جايكم بتجارة رابحة 100% بإذن الله سبحانه وتعالى. أبشر، ديونك ستسدد، همومك ستنزاح، كرباتك ستنكشف، وستصبح إنسان تمتلك تجارة عظيمة وعظيمة جدا. التجارة هذه بإذن الله سبحانه وتعالى إن بدأتم بها ستنفرج الهموم وستنكشف الكروب وستقضى الديون وستقضى الحاجات، ويبدأ الإنسان يشعر بأنه يمتلك سلاح عظيم. هذه التجارة جربها الأنبياء والأولياء والأتقياء والأغنياء والفقراء. جربها نوح عليه السلام، أمره الله سبحانه وتعالى أن يبني تلك السفينة ويصنع تلك السفينة في صحراء بعيدا عن الشاطئ، فكان يمر به قومه فيسخرون منه، فقال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم. طفح الكيل بنوح عليه السلام من شدة أذاهم وسخريتهم بهم، فاستخدم السلاح واستخدم تلك التجارة العظيمة كما وصف الله عز وجل حاله فقال: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. دعا الله، دعا الكريم، دعا العظيم، دعا الذي إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فماذا كانت الإجابة؟ ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. فجر له الأرض وفتح له أبواب السماء وجعل السفينة تمشي وينجيها الله عز وجل ومن معه، وهو ينظر لقومه وأولهم ابنه وهم يغرقون أمام عينه. من نجاه؟ الله. من نصره؟ الله. بماذا؟ بالدعاء. أين نحن من الدعاء؟ أين أنت يا من تهاجمك الفتن والشهوات عن الدعاء؟